لا لا حد رد عليك؟ ايه الرغدة تخلي حد يكلمني او يكلم عمرو حامد او يكلم عمرو حامد بس يعمل لي اخبار عشان خلي حد من الصالة يكلم يا اما زكريا يا اما عمرو حامد يكلم عمرو حامد عشان يعمل لي اخبار وشوف اللايف ماشي شوف اللايف ماشي وعشان اللايف كمان شغلنا ايه كده؟ شغلنا اللايف ماشي يلا باي مفيش كهربا وصلت لغايه دلوقتي قول وصلنا ممكن نفتح باب معانا كده الو
مفيش كهرباء. يا خالد طيب في حد عشان يمان ان ماني اخبار ولا ماني اللي بدا هي البدايه يا عمل هديك عمرو حامد تملي هو يا عمل ممكن تحاول تقطع الزرار ده وتقفله على المشترك الزرار ده وقت مش كهرباء اصلا كهرباء لا اصلا مفيش كهرباء غير اربعه
Thank you.
الاجتماعية عاش كفاح الطبقة العاملة عاش كفاح الطبقة العاملة يا زملاء اولا بنعلن لكم اكاذيب الحكومة وحاليا جاء خبر على شريط الاخبار ان في احتفالية عيد العمال بحلوان قتل 100 عامل ونحن نقول لهم نحن نستشهد لكننا نعمل اضراباتنا واعتصاماتنا واحتفالاتنا السلميه فنوجه بان هذا الخبر غير صحيح وكله اكاذيب كما كان يفعل النظام السابق. اما الان الزملاء العمال اما الان فمعنا رجل بنى حياته عامل في عصارة قصر ثم حقوقي ومحامي لناصر العمال ثم من عامل قصر الى مرشح لرئاسة الجمهورية تحيي جميعا للشيخ خالد علي الذي معه الكلمة. السلام عليكم. كل سنة والطبقة العاملة المصرية عافية وكل سنة وحلوان وأهل حلوان عمالها وكل الشقيانين فيها بخير. مطالب الثورة اللي قامت على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لما جم الإخوان لا رجعت كرامة ولا بقى فيه حرية ولا بقى فيه عدالة اجتماعية. أول امبارح إسماعيل عكاشة إسماعيل. أول امبارح إسماعيل عكاشة إسماعيل. تم الاعتداء عليه وهو عامل في شركة المية. تم الاعتداء عليه من أمام القسم وتم الاعتداء على إسماعيل من أمناء الشرطة. والنهارده اسماعيل في المستشفى اتعملت له عمليه واتشال منه الطحال ولما اهل اسماعيل عملوا محضر النيابه رجعت المحضر لاسم الشرطه عشان اسم الشرطه يعمل تحريات. اللي قتل
الكل يعرف ايه اللي بيحصل لحد دلوقتي. سلسلات التعذيب لسه شغاله، ثوار الفجر زي ما هم، الحريه والكرامه ما جاتش لبلدنا لحد النهارده. احنا معانا اخو اسماعيل، هيقول لنا اسماعيل موجود فين وايه اللي حصل له لحد دلوقتي. ايوه يا باشا، دلوقتي كانت في خناقه هنا امبارح، امين شرطه لا واقف لابس يعني ميري، ما حدش يعرف ان هو امين شرطه، لابس ملكي، ما حدش يعرف ان هو امين شرطه، طلع من جوه عشان يحوش، فراح ايه الامين ضربه من هنا لهنا، مسكوا في بعض، وفي واحد هنا تاني برضه زميله مضروب ومتعور، خدوا الاثنين على الاسم، ضمهم من هنا بالضرب، وخدوهم هناك الاسم عزموه، وفضلوا يضربوا فيهم لحد ما ماتوا خالص من الضرب. ايه؟ فضل يضرب فيه الدشه بتاعت الاهلي في جنابه، دلوقتي هم بيشيلوا له الطحال، وعنده كسرين في العضله. في مستشفى القصر العيني. وشالوا الطحال. مطلبنا بكره كلنا نبقى عند مكتب النائب العام عشان نقدم البلاغ والنيابه تنتقل انها تعين. هو دوت مطلبنا. اثنين، انا يوم الاربعاء بالليل اهالي العزبه اللبنانيه بيستنجدوا بينا عشان ظلم الداخلية اللي نزلت ضربت اسماعيل، لانه مجرد مواطن مصري عادي حب يحوش خناقة اتنين بيتخانقوا، خدته الشهادة انا حوش بينهم، خرج كانت النتيجة ان قليل الشرطة راح جاب زمايله وقعدوا يضربوا في اسماعيل بدون اي داعي، بكل اسلحتهم نازلين اكتر من 50 جرح من 50 عميل شرطه على واحد. لما رحنا المباحث ونلم اسماعيل حصل فيه ايه؟ نقول لك ده كان واقف زي الفحل قدامنا ما عندوش حاجه، نقول له ده عنده نزيل داخلي والمستشفى رفضت تستقبله، يقول لك ايه يعني؟ السؤال اللي سالته مباشر لرئيس المباحث، اسماعيل لو مات مين اللي هيدفع تمن دمه؟ مين؟ السؤال هو ده زي الثوار اللي اتعتموا واللي ما خدناش حقهم لحد دلوقتي؟ لا، هنا المكان واضح، امين شرطه اسمه داوود وامين شرطه اسمه شريف عبد المنعم، هما السبب، هما اللي بيتعاملوا بالبلطجه مع اهالي حلوان، بيجوا على الغلابه اللي ما لهمش دور، بنقول لهم لا. امبارح في النيابه واحنا بنعمل محضر النيابه، وكيل بيعمل ايه؟ بيقول ده هو كان معاه حرامي بيهربوا. القصه زي ما بنقول ان في حق مواطن، بنقول ان في احنا بكره قدام النائب العام الساعه 12 الظهر عشان نوصل شرطه، لازم قاضي تحقيق هو اللي حقق في الموضوع. الموضوع مش مجرد ان المباحث تتحرك عن نفسها، هو احنا ضربناه ولا لا؟ شيء مش منطقي بالمره. قاضي تحقيق هو اللي هيجيب حقنا، وبكره الساعه 12 قدام النائب العام. هنكمل مع الاستاذ خالد، لان طبعا هو كمحامي خبير حب يستشهد ويؤكد في كلمته ما اعلن عنه من تعذيب المواطنين العمال في يوم عيد عمال. خلاص لازم اوجه تحيه لكل القوى السياسيه في حلوان اللي شكلت لجنه للتضامن العمالي، ضمت فيها كل القوى السياسيه اللي موجوده في حلوان، وبقول لهم زي ما بتهتموا بعمالنا اللي موجودين في المصانع، لابد تهتموا بالعماله غير المنتظمه اللي شغالين لحساب نفسهم،
واللي قاعدين على القهاوي وفرص العمل بقت شحيحه وضنينه ومفيش لحد دلوقتي ضمان اجتماعي ليهم. لابد تهتم بعمال المصانع ولابد تهتم بكل العاملين اللي شغالين لحساب نفسهم. فعلا تتخيلوا ان مطالبنا او حقوقنا هنقدر ناخدها من يوم وليله او هنقدر ان احنا نحققها من يوم وليله؟ مطالبنا هناخدها لما نكمل نضال عشان نحققها، والنضال بالاساس ان احنا ننظم نفسنا، ننظم نفسنا في نقابات، ننظم نفسنا في جمعيات، ننظم نفسنا في احزاب عشان حركتنا تبقى حركة جماعية. مصر مليانة خير، مصر مليانة موارد، لكن مواردها مسروعة ومنهوبة، وكل الكلام اللي بيتقال حوالين نقص الموارد كذب وخداع. بصوا على العربيات اللي اخر موديل، بصوا على العصور اللي موجودة في كل المدن الجديدة، بصوا على الفلل المنتشرة في كل مكان. وانتوا تعرفوا البلد دي فيها موارد ولا ما فيهاش موارد؟ بصوا على اللي بيروح يشتري فايبر واللي بيروح في كارفور. وانتوا تعرفوا البلد دي فيها فلوس ولا ما فيهاش؟ فيها، بس عوائد التنمية مش متوزعة بالعدل. احنا كل اللي احنا عايزينه، عايزين العدل، عايزين اللي يقول كلمة يبقى قدها، ما يخدعناش بكلام معسول، ما يضحكش علينا بقصص وهمية. مطلبنا في الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لحد دلوقتي ما اتحققش. مطلبنا في عدالة ضريبية لحد دلوقتي بيتم عكسها. بدل ما تتعمل ضريبة تصاعدية تقسم الفئات، للأسف بيزيد الضرائب غير المباشرة، ضرائب على الأكل وعلى اللبس وعلى المواصلات وعلى كل خطوة بنعملها ضرائب ورسوم. فين التعليم بجد؟ قولوا لي على مدرسة حكومة ولادنا بيتعلموا فيها، قولوا لي على مستشفى حكومة بنحس فيها بأدبيتنا ولا كرامتنا، قولوا لي على أي مؤسسة من وقت الثورة ما قامت الفساد اتحارب فيها. الفساد بقى يزيد وكل وقت بيزيد لأن مفيش محاربة ليه، في تصالح عليه. كل اللي نهبونا ونصوا دمنا في عهد مبارك جايين دلوقتي يقولوا لهم برافو عليكو، انت سرقت 100 مليار حلال عليك، بس ادينا 50 مليار. مش دوت محاربة الفساد؟ ده تفطر على الفساد. أراضي الدولة اللي تم التضحية بيها لرجال الأعمال في عهد مبارك ولكل المستثمرين، لو أعيد التوازن العقدي والمالي ليها، لو دفعوا حقها بما يرضي الله، مصر بلدنا مش هتبقى محتاجة قروض. دايرين ناخد قروض، قرض من صندوق النقد الدولي، وقرض من ليبيا، وقرض من قطر، وقرض من تركيا. طب وفلوسنا اللي موجودة هنا؟ ليه مش عايزين تعملوا قانون يوقف تصدير المواد الخام؟ ثرواتنا في المنجنيز والذهب والفوسفات والحجر الجيري والرمل الزجاجي، كل الخيرات اللي ربنا وهبها لأرضنا. ليه مش عايزين تعملوا قانون توقفوا تصدير المواد الخام؟ اللي عايز ياخد يجي يصنع ويشغل عمالنا، لكن للاسف بدل ما يشغلوا عمالنا وبدل ما يعملوا عداله اجتماعيه جايين يكملوا برنامج الخصخصه. حتى الاحكام اللي خدناها بعوده شركات القطاع العام بيحاولوا يعطلوا تنفيذها. وعندنا النهارده اسمنت حلوان اللي بيمطلوا عشان الشركة ترجع، وان شاء الله شركة اسمنت حلوان هترجع، وكل شركات القطاع العام، وكل شركات القطاع العام هترجع. بس نبقى مؤمنين ان مطالبنا عادلة،
المطره، حبايه المطره اللي بتنزل وما بتحسش بيها وهي بتنزل على جبينك، ضعيفه بتمسحها ومحدش بيحس بيها، لكن حبايات المطر دي لما بتتجمع هي اللي بتعمل الطوفان، وهي اللي بتعمل الاعصار، وهي اللي بتطيح قدامها كل ظالم. بشروا بالثوره، بشروا بالثوره، خلوها تتصدر مطالبكم، وخلوها اول اختياراتكم، انتصروا ليها في الشارع هتنتصر ليها في كل مطالبكم. وكل سنه وكل عمال مصر بخير. ثوار احرار هنكمل المشوار. انا هنزل اروح لهم، انا هنزل اروح. مين اللي قطع الطريق؟ طب احنا ولا هم؟ انا هنزل اروح لهم، خلاص انا هنزل اروح لهم. الزملاء اللي احنا عارفين ان في اهداف لاعداء الطبقه العامله ان هم يفشلوا هذا المؤتمر. فكل الزملاء العمال علينا ان احنا نتجمع هنا امام المنصه. ليس من سياستنا قطع الطرق، ونحن سياستنا الاعتصام والتظاهر السلمي. الزملاء الرجاء العوده الى امام المنصه، الزملاء الرجاء العوده الى امام المنصه. فلدينا برنامج طويل نريد ان نستكمله. لدينا عدد من القيادات العمالية والنقابية في شركات حلوان، وطبعا كلنا نعلم اننا نعشق الاستاذ كمال ابو عيقه ونريد ان نسمعه، لكن كانه استاذ لكل العمال فنسمع قبله لبعض من القيادات العماليه حتى يرى مطالبهم وهم الان. السيده فاتن ابو الدهب نقابه مصنع 45 الحربي فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. ان السلام لا يقوم الا على العدل والتقدم الاجتماعي والسياسي. لا يمكن ان يقوى الا بحرية الشعوب وبارادتها المستقلة، واي حضارة لا يمكن ان تنهض انها كانت مبررا من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه. فما زال يسيطر في بلادنا حكم راس مالي استوى على عرش البلاد، يواصل نهج الاستغلال ومص دماء العمال الكادحين طالبا فرض
اتفضل يا استاذ خالد. وهكذا ياتي عيد عمان. وهكذا ياتي عيد عمان تحت حكم الراسماليه التابعه للهيمنه الامريكيه الصهيونيه. فنضحي بمصالح الشعب والوطن لصالح العدو الامريكي لاستمرار حكم الاخوان تحت ظل عمالها وتحت العبوديه والاستعمار. ان المعركه اليوم مع الفقر والكرامه، الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه، صارت الديون على بلدنا الحبيبه مصر تنال المردود. الاقتصاد الذي يدفعه العمال ديون تسببت فيها الطبقة الحاكمة والعمال والمصريين منها براء ولا ينال منها إلا عبث سدادها. فقفوا يا عمال مصر بوجههم وطالبوا بإلغائهم. واحد، إلغاء قرض صندوق النقد الدولي. إلغاء اتفاقية الكويزة التي تفرض علينا إدخال 11% من الملابس الجاهزة الإسرائيلية وضرب الأيدي العاملة في نسيج مصر حتى أدنى وأعلى للأجور بما يعادل 2500 جنيه مع ربط الأسعار. إصدار قانون الحريات النقابية لصالح العمال ونقاباته. إنشاء نقابات عمالية لخدم المنازل. إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية عند سن المعاش. وأخيرا إلى كل عمال مصر الذين بنوا وشيدوا وأعظم الحضارات في العالم، هؤلاء العمال الذين هم جنود وابطال معركه التحدي، معركه التنميه، والذين هم الوقود الحقيقي للانتاج، الذين يعملون ويبنون ويشيدون في صمت. مصر الحبيبه، مصر التحدي، مصر العبور، من الصعاب الى التنميه ان شاء الله، ان نصر الله قريب، صدق الله العظيم. شكرا. الزميل ايمن مصطفى رابطه معلم الثوره. زميل ايمن بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وانتم طيبين. باعتبارنا رابطه معلمي الثوره يعني مدرسين لكن في لجنه التقاعد العمالي بحلوان، فكرتها اللي ان شاء الله هتستكمل نضال كفاح عمال حلوان. إذا اتكلمنا على عمال حلوان يعني بنتكلم على قلب الصناعة في مصر. إذا كنا بنتكلم على عمال حلوان يعني بنتكلم على الحديد والصلب. بنتكلم على العمال اللي قوموا البلد دي. وإذا كنا بنتكلم على العمال اللي بيعلم الناس دي هم المدرسين. فإحنا جزء من هذا المجتمع بنأثر فيه وبنتأثر فيه. واللي بيعانوا منه العمال بيعانوا منه المدرسين بيعانوا منه كل الشعب اللي واقف قدامي. احنا اللي بنعلم ده، الاخوان هم اللي سيطروا على الوطن. اذا كنا بنقول ان الحزب الوطني دلوقتي في حزب وطني، بس كل مشكله ايه؟ ركبنا له ده. هي
دي كل القصه. فاحنا ما اتغيرناش في حاجه. احنا واقفين النهارده علشان نغير حلوان. وحلوان قلب مصر. اذا كنا بنتكلم في الصناعه. طالبين اللي شارك فيها كل الشعب بكل فئاته وفي قلبه العمال. الكل دفع ثمن. الكل اشترك في هذه الثوره. الثوره دي عملناها مش كنا بنموت على الاخوان. مشاكل موجوده. النقابه اخوانيه نفس الشيء. سيطروا على كل شيء موجودين. مفيش اي تغيير موجود في البلد. عندي مشاكل كتيره موجوده. ناس النقابه نفسها بتحاربهم. لذلك من ضمن في كل مكان وفي كل مكان في العالم بيكون في حريه رقابيه. والشرط انا عندي ان انا الاقي نقابه تتمسك بين الناس. معظم الناس اللي موجودين في الشارع مش هم النقابات اللي كانت عملتها الحكومه. احنا ما نعرفش حاجه في الحكومه. كل شيء ما زال كما هو. في كل مجال. احنا النهارده انا جنبي الشيخ مصطفى شاهين. الشيخ مصطفى شاهين شرفنا هنا وهو بيحارب الاستاذ كمال عيطه رمز للعمال في مصر كلها. معانا هنا رموز. هذه رموز على راسها الاستاذ خالد علي. الاستاذ خالد علي اللي شرفنا النهارده وكان مرشح عن سابق الرئيس الجمهوري. بالتالي مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نحط ايدينا في ايد بعض. ان احنا نكمل المشوار مع بعض. مفيش حد حاجه اسمها لوحدي. كل ما يسمى بمن يعمل على ارض مصر فهو عامل. كل من يحصل على اجر في مقابل عمل فهو عامل. اذا كلنا عمال. كلنا نطالب بالعداله الاجتماعيه. النهارده احنا واقفين علشان نكمل مسيره 25 يناير اللي بدات. وطبعا بيضحكوا علينا احيانا يقول لك ايه ما خلاص يا جماعه. هو مين اللي منعك من الاستقرار؟ كل واحد فينا بيروح شغله. كل واحد طالب خارج بيطالب بحق له. اديله حقه. هتلاقي كل الجمهور هاديه. محدش واخد موقف مبدئي من حد. الاخوان اذا كانوا احنا كلنا مصريين. كلنا عايزين البلد دي تبقى كويسه. لكن هم لم يثبتوا انهم من ارض هذه البلد. لما قعدوا اقصوا القصه ودي مشكله. وبالتالي نحن الان مطالبون ان نكون اكثر اصرارا. الا نمل ان نطالب ونلح في الطلب ونطلب العداله ولا يضيع المطالب. وبالظبط كده احنا مطلوب النهارده ان الوقت في لجنه التضامن. طلبنا طبعا النهارده هتكون بدايه شهر مايو اجتماعيه. وشكرا. يا زملاء احنا عارفين ان الشمس سخنه عليكم، لكن انا برضو الزملاء اللي هيتوا المتحدثين لا يتجاوزوا اكثر من 3 دقائق. والزميل خالد رمضان نقابي شركة الكهرباء المستقلة. يلا السلام عليكم. اجتماع النهارده او المؤتمر اللي يقام النهارده تحت رعايه لجنه التضامن العمالي بحلوان وموجه من اي صفه حزبيه. المؤتمر ده هدفه الاساسي التاكيد على مطالب العمال اللي هي حد ادنى حد اقصى للهدوء، حد ادنى للخصوصيه، حد ادنى 15 ساعه، تثبيت العاملين في الدوله، كذلك شمول العماله منتظمه بالتعليم الاجتماعي الشامل، تعيين نسبة 5% من المعاقين في الجهاز الإدارة للدولة والشركات، كذلك عودة الشركات التي تم خصصتها وصدرت أحكام قضائية بطلان بيانها للدولة وعرضها مرة أخرى لعمل استعادة الشباب العاقل،
تعديل القوانين التي تنتقص من حقوق العمال مثل قانون عمل 12 لسنه 2003، كذلك المواد الدستوريه التي تنتقص من حقوق العمال كربط الاجر بالانتاج وليس ربط الاجر بالاسعار. كل تلك المطالب التي نتمناها لجنه التضامن العمالي بحلوان وكذلك زملائها الذين حصلوا في مناسبه اليوم، مطلوب من كل العمال التضامن حول هذه المطالب والارتفاع في الوسيطه الحزبيه. وشكرا. ودلوقتي احنا يعني طال الوقت وده دور الاستاذ كمال ابو عيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشعب العامل اشكر لجنه التضامن العمالي بحلوان قلعه العمال التاريخيه، وعشان زملائنا يتلموا ونيجي هنا ونقول لهم ان احنا كعمال منظمين اهتفوا معايا الهتاف التاريخي هتفناه في السبعينات، واحنا طلبه كنا بنهتف لحلوان سامع صوت المكن الداير، سامع صوت المكن الداير، سامع صوت المكن الداير، سامع صوت المكن الداير، بيقول بس كفايه مسله، بيقول بس كفايه مسله، نفس الصوت اللي في حلوان، نفس الصوت اللي في حلوان، بيقول شد الحيل يا محلة، بيقول شد الحيل يا محلة. كانت حلوان وقتها عفرية قوية أقوى من المحلة وقتها. كانت حلوان لما الحركة الطلابية تتزرق في ميدان التحرير كان أول ناس ينجدونا مين؟ عمال حلوان. فاكرين؟ فاكرين في 73؟ في 72؟ فاكرين في يناير 75؟ لما اتحاصرنا من قوات الامن المركزي ما نجدناش الا عمال حلوان ايام المترو القديم. سالهم نزلهم على الميدان وهم اللي حموا ولادهم الطلبه. كنا ساعتها ولادهم، كنا ساعتها شباب، كنا ولادهم. ده الترابط الحقيقي بين الطلبه وبين العمال، وعبر التاريخ تضامن الطلبه مع العمال هو اللي كان بيقف ضد الاحتلال، وهو اللي هيقف دلوقتي اي شيء عشان يخلصنا من الفساد والاستبداد اللي احنا فيه. تضامن الطلبه مع العمال، يحيى الطلبه مع العمال، يحيى الطلبه مع العمال، عاش الطلبه مع العمال، عاش الطلبه مع العمال، ضد نظام الراس المال، عاش الطلبه مع العمال، عاش الطلبه مع العمال، ضد الظلم والاستغلال، دي حلوان اللي كانت بتنجدنا وبتقف معانا وستعود حلوان برغم كل المؤامرات، ستعود حلوان. وانا اتذكر الشهيد العامل عبد الحي شهيد الحديد والصلب قبل من بدري، دماء عبد الحي، دماء الشهيد عبد الحي ودماء عمال حلوان وثورة وإضرابات عمال حلوان علمت الحركة الطلابية وسندت الحركة الطلابية، ويجب أن يعود من جديد التضامن بين الحركتين الطلابية والعمالية. وأذكركم من الماضي باللجنة الوطنية للطلبة والعمال إدانا الاحتلال الإنجليزي. فاكرين ده؟ العالم كله بيحتفل بيوم الطالب العالمي 21 فبراير ذكرى فتح مذبحة كوبري عباس. التضامن بين الطلبة يقدر يحمي بلدنا من الاستبداد ومن الفساد. عايز اذكركم اللي بيقول علينا، وهكمل، انا نسيت احيي خطيب الثورة، خطيب الثورة وبشكره، وهو ده اللي حصل معاك. تضامن القضاء، القضاء اللي رجع الشيخ مظهر شهيد، خطيب الثورة اللي صلينا وراه أثناء الثورة، القضاء اللي رجعه اللي عايزين يضربوه، بقول لهم العمال مع القضاء، والعمال هيساندوا القضاء، ومش هيوقفوا على إخوانة القضاء، ولا إخوانة النقابات، ولا إخوانة مؤسسات الدولة، ولا إخوانة الأزهر الشريف. إحنا واقفين لكم، هنمنع
اخوانة البلد وهنمنع الاستغلال اللي شغال على ودنه زي ايام مبارك واشد. وتعالوا عدوا معايا اللي قال انا هكمل الطريق جمال عبد الناصر، امال احنا نعمل ايه؟ نكمل طريق حسن البنا؟ لو عايز تكمل طريق جمال عبد الناصر يا حلم قول لي بقى، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك قول لي قول لي. المحصولين في كل حته دول جم منين يا حبيبي؟ في عهدك زاد عدد المحصولين، في عهدك ارتفعت الاسعار، بما يعني كنا نطالب قبل الثوره برفع الحد الادنى للاجور. فاكرين الحكم التاريخي برفع الحد الادنى للاجور ولا لا؟ كدنا نحصل عليها، يعني كان ناقص ان خالد يطلع يرفع دعوه عدم جنحه مباشر، عدم تنفيذ حكم المحكمه، ومبارك ونظيف يدوا حكم سنه سجن لعدم تنفيذ حكم المحكمه زي الحكم اللي خده اسمه ايه رئيس الوزراء دلوقتي هشام قنديل، واحد سنه سجن عشان ما رضيش يرجع المصانع وينفذ احكام القضاء. قامت الثوره ومعلش ما قدرتش ترفع الدعوه عشان الثوره قامت، نرفعها على مرسي. قامت الثوره وقلنا ايه؟ اما الشباب النبيل الثوري ابناء العمال والفلاحين اللي هم خلوا السيد الرئيس ووزيره كانوا سبب النعمه، احلوهم من قوائم الاعتقال الى قوائم الحكم. لو حد انا لو منهم ينزلوا يبوسوا ايدين الشباب، شباب الثوره يبوسوا ايدين المرشد عشان سبب في النعمه اللي انتم فيها دلوقتي. وان الله انها ليست نعمه انها نقمه، انتم الان تتحولون من الحظر الرسمي اللي كان مفروض عليكم الى حظر شعب، وسترون ان الحظر الشعبي اشد وطأ واشد ايلاما من الحظر الرسمي بتاع الحكومات اللي كان عليكم. انا بقول لكم من هذا الميدان، من هذه المدينه العماليه الصامده العظيمه، بقول لكم احنا شهر مايو ده شهر العمال، كل يوم هنروح بلد، كل يوم هنروح محافظه، كل يوم هنروح موقع من مواقع العمل والانتاج عشان نصحي شعبنا، الصحيات جديده وسط الطبقه العامله وسط شباب الثوره والمنحازه للثوره والمنحازه للعمال والفلاحين. هنتنام في عيد العمال في شهر العمال لتجميع العمال وتنظيم في العمال، واقول لمن وقف اصدار قانون الحريات النقابيه خلصناه امبارح، وبعد دخل الشيخ مصري قال عندك ايه يا عم؟ قال لي ملاحظات. طب يا عم انت بتتكلم، لو بتتكلم في مجموعه اسمها سواعد الوزير محضرها معانا باسم الاخوان في المناقشات، اذا كنت بتتكلم باسم اتحاد عمال مصر اللي المفروض ملوش دعوه بيه، فممثلين اتحاد عمال مصر موافقين الوقت على قانون الحريات النقابيه، لما لقوا الاخوان بيأكلوا في التنظيم النقابي رفضوا ومعانا في اصدار قانون الحريات النقابيه. انت بتتكلم باي صفه الان؟ الوزير وافقه طبعا لان هو الامير بتاعه وهناك والسمع والطاعه لامير الجماعه، فتراجع الوزير بعد حوار بقاله شهر شغال الناس دول فيه، وتراجع الوزير لان الامير بتاعه قال له تراجع فتراجع الوزير. عايز اقول لكم حرياتنا احنا خدناها على الارض، انتزعناها من نظام مبارك وانتزعناها من حزبه ومن جهاز امنه ومن اتحاده غصب عنه، والنقابات المستقله ولدت لتبقى، لن يستطيع الاخوان ان يمارسوا الحظر على عمال مصر زي الحظر اللي اتفرض عليهم. احنا ما بنعملش معصيه ولا تنظيمات سريه ولا شعب ولا تنظيم خاص ولا ميليشيات ولا عسكرة في التنظيم النقابي، نحن نجمع العمال الطرف الضعيف في علاقات العمل من اجل نقابات تدافع عن العمال، وعلى هذا الاساس اناشدكم الطرف الاضعف
في الطرف الضعيف العمالة غير المنتظمة والموسمية واليومية. وانا بنشدكم ننشئ نقاباتنا والحمد لله في الاتحاد المصري النقابات المستقلة اغلبية للحرفيين ونقابات العمالة الموسمية واليومية والعمالة غير المنتظمة، وده حقهم علينا ولازم نسندهم عشان ياخدوا حقهم، لان القوانين الجائرة قوانين مبارك وقوانين الاخوان لا تعطيهم حقهم. النقابات تقدر تاخد حقهم. انا بقول لكم كان نفسي اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كان نفسي اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، لكن رفع الاسعار اللي اتعمل استجابة لشروط صندوق النكد الدولي خلاني بقول لكم حتى الحد الادنى للاجور اللي كنا ناخده من عين مبارك تناقص الايام اللي فاتت. كل ما هم يرفعوا الاسعار اكيد اجورنا ومعاشاتنا بتقل. لذلك بدعوكم تحفظوا الشعار ده وما تبطلوش تقولوه، حتى ادنى للاجور، للي ساكن في الامور، حتى اقصى للاجور، للي ساكن في القصور، ما طالبنا حد ادنى، 180 ورقة مبنى، ما طالبنا حد ادنى، 180 ورقة مبنى. رحنا شكينا الآلة البيت، غلوا العدس وغلوا الزيت، رحنا شكينا البيت. يا رئيس الديوان، احنا تعبنا من الاخوان. رئيس الديوان، ليه انسان يظلم انسان؟ ليه انسان يقتل انسان؟ ليه انسان يسجن انسان؟ اشكركم ودايما موحدين كشعب عمال وطلبه وفلاحين ضد كل من يستغلونا، والسلام عليكم ورحمه الله. بصراحه احنا بعد الاستاذ كمال ابو عيطه هنظلم اي حد هيتكلم، لكن لازم نسمعه. ومعانا دلوقتي الزميله النقابيه سيده فايد عن الممرضين والممرضات. تعالي حتى ادنى للمعاش، حتى ادنى للمعاش، للي مات واللي عاش، حتى ادنى للمعاش، للي مات واللي عاش. كنت نسيت، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا انا اسمي سيدة السيد محمد فايد وانا ممرضة. حالنا كتير ما اختلفش سواء كان قبل الثورة او بعد الثورة. قبل الثورة كنا بنشتغل يومين في الاسبوع مجانا في لوائح التأمين الصحي بيطول كده. التمريض كان بيشتغل يومين في الاسبوع مجانا. كان بيشتغل في مزاد الصحة بجنيه وربع 12 ساعة. كان في مستشفيات زي الجامعة زي القصر العيني ب 175 قرش. بعد الثورة نفس القصة هي 175 قرش في مستشفيات الجامعة. شهر كامل صار ب 70 جنيه. عندك في مستشفيات زي مستشفى الهلال الأحمر بيخرجوا معاش من غير مكافئة الخدمة. حنا ما اختلفش كتير عن عمال مصر، ان العمال كلهم لسه ما خدوش حقوق. كنا متخيلين ان بعد الثورة ان احنا هناخد حقنا، للاسف الشديد ده ما حصلش. قانون الحريات النقابية ما طلعش اللي كلنا كنا بنعمل تقدر تدافع عننا. مفيش نقابات حقيقية بتدافع عننا. النقابات للاسف الشديد هي اللي بتسلمنا نقابة الدولة قبل الثورة
وباسم الدين. باسم الشعب وباسم الدين. ناخد حقك يا اسماعيل. ناخد حقك يا اسماعيل. ال 50% عمال وفلاحين قالوا اصلك العمال بينتهك عليهم في مجلس الشعب. فما ينفعوش ومش من حقهم يخشوا مجلس الشعب. ولاحظ ال 50% عمال وفلاحين. طب هو احنا قبل كده كنا بنخش مجلس الشعب؟ ده اللي كان بيخشوا النظام القديم اللي تبع مبارك. النظام القديم اللي تبع مبارك هو اللي كان بيخش مجلس الشعب باسمنا. كان بيدعي ان هو عمال وفلاحين وهو كان له سمان مستبد وطلعوا على اساسه المصانع ولفوا على اساسه المصانع.
الاجر بالاسعار بدل ما يعملوا ربط الاجر بالاسعار، لا خلوا ربط الاجر بالانتاج. الانتاج اللي هم المصانع اصلا اللي هم واقفينها متعمدين عشان خاطر يخصصوها، وضم خصصوا الشركات. ودلوقتي واحنا هنا دلوقتي في مصر وفي حلوان بنقول اصحى يا عم المصري يا مجدع، اصحى يا عم المصري يا مجدع، وافهم دورك في الوردية، وافهم دورك في الوردية، مهما هتتعب مهما هتشقى، طلبك رايح للحرامية. شكرا. يا زملاء، وبعد ذلك معنا العامل النقابي المناضل الاخ احمد رمضان نقابي بشركة لوبكو. استاذ خالد علي، استاذ خالد علي بعد امتى تعالى هنا يا استاذ خالد عشان الناس يبقوا واخدين كلهم قدام المنصه، بعد امتى مفيش حد قدام المنصه خالص.